يدرون اللعبه انا ما هو بزين انا وياك. والله يهديك بالاستراحه يومين. الله يهديك، الله يصلحك، الله يصلحك، الله يهديك. ادري ان هذه سواي عبد الله فريدي وهو عبد الله الروقي، الله يسامحكم. خوفته يتيم، الله يسامحكم. بالله كيف عيال كيف التسفين؟ والله انا اشر زايد يقول ايش امدح ما تكبر من هالكلام ذا. تسمع مسبح ذولا. اسمع زايد يقول انت السبح قدامه مره تقول الخطا مني وانا السبح مره وجه افا يا ابو داحم ايش الطريقه يا ابو داحم يا اخي عندنا مشاعر واحساس انت بطلع برا خرب امك والله اول احنا صفه واحده ولحنا والله ما توقعت فهد انك كذا تمشي على كل الامور هذه انت وزايد يا رجال دورونا المقاله بالمنشن قايله طبعا يعيشون من الفتن يعيشون وين راحت كلمه عبد العزيز العصيمي يقول نشيل الحفله لان ما في لا ما في لا لا والله ترى الله يعين ابو بارع ضغوطات ضغوطات طيب طيب راح احنا عندنا محاسيس ومشاعر فهد غير المايك ايوه طيب هذا المقرب البسيط الله يسعد كان من اعداد عبد الله الفريدي وعبد الله الروقي وايضا عشان ما اللي معانا في الموضوع صاحب ملفت البصمة صاحب البصمة ملفت علي الجعيد علي الجعيدي تو يوصل خلاص مقلب خلصنا طيب اسمه تصريح يعني إدارة ملك كنترول ما ملك راح حزن اطبل عبد الرحمن اسمك حماد تصريح والله انا اردها لك انت علي بالطلاق اني بقول مشيل خصم خصم معك انت قائد الليبان انا مالي دخل يعني ايه ماله والله الرد البر قريب انا مالي دخل عطس الدح رصاص انت بيجي كلمك انت طيب والله برشلونه اني والله طيب الحقيقه يعني الحقيقه وباقي اساسا الاشياء بس ان قلنا خلاص الشباب توتروا بتروح علينا الحلقه فقلنا نختمها كذا والله فهد دخل في وضع فهد يقول من وضع يقول لي يا ولد ما هو قدام الناس يا ولد انا انضغطت انجلط لا تغير وجهه انا الامانه تبي الصدق بالعكس الوحيد اسمع الوحيد اللي عاش الجو وعطى الراي ترى مشاري شاري خير ان شاء الله خير رياليتي ريالي ما اعطي الوضع رياليتي وشو اكتب قبل اسمي المقدمه الموسيقي الممثل يا اخي الناس فنان والله والله جدي صار مو عاجبك كلامي خليك هناك عشان الكاميرا تكفى طيب شيء اخطر يلا معلم 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 خلنا نجمع الاراء يا اخي شيء يقرقع في القلب يعني وشو يا اخي فيني حنيني يلا هذا المقلب الحين خلني عبد الرحمن خلني صار خلني اقول مشاعر الله يلا شفتوا المقلب خلاص علي 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 خلاص علي خلاص لا حول ولا قوة الا بالله يلا صلاح العطاء شوف المقلب هذا الحين وصلنا للترند الثاني اسمع يا ابن حلوة حلوة هذه المقالب الطيبة انا قتلها بعد يا اخي خلونا صار خلونا نقول مشاعر عقار رجع عنده مشاعر ومحاسيس تفضل يا اخي اخي بس عاده مشاري عمر ثلاث مرات الله يخليك انت مشاري عمر لقط الهوية فريق الدعم